أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، مع مطبخ الشيف شمس برعاية باي شمس برفيوم. وجبتنا اليوم تخاطب شاكرا أو مقام العجز أو مقام الجنس. طيب، مكوناتنا أكيد دهن لحم اللية، دهن اللية مش يقولوا له، كمون كمية كبيرة، طماطم. لو تلاحظون أنا حريصة على وجود اللون الأورنج معانا، لأن الروح فلفل حار مقطع صغير، فلفل بارد أصفر، فلفل بارد أحمر، فلفل بارد أخضر، طماط، زيت زيتون، زبدة، ملح بالترافل، ملح بحري، كزبرة، شمر أو حبة حلوة، بهارات بنية مختلطة، ماجي أورجانيك، ينسون نجمي، هيل، فلفل مبروش أحمر، مستكة، ورز، وكبدة الآن جاية في الدرب. ويلا معنا. طبعاً هذا البصل مبروش في الماكينة، مضروب في الخلاط، وكمية كبيرة، والآن راح أقول لكم ليش. من مواصفات هذه الوجبة، هذه الكمية الكبيرة من البصل اللي مش أحمر، الأصفر الذهبي مبروش، وكمية كبيرة، شوفوا. هذه أنا مسوية الترتيبات حق الطاولة، عشان كذا اليوم يفرق عن أمس. وأعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، الآن ننطلق. خليني أقلد حليمة بولند. الآن ننطلق علشان نصور لكم فطور رمضان. وحشتيني حلومة. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، الخطوة الأولى، إحنا عندنا هذه مية عبينا ثلاث أرباع القدر، طبعاً هو قدر الضغط، أوكي. والآن بس تفور تغلي الماي، أبتدي أحط الحمام حقي، أوكي. فانتظروا، هذه أول خطوة. هذه الوجبة ضروري 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 تتعلمونها. الطعامة ما أقول لكم، أنا تعلمتها من مرة صعيدية في مصر، أوكي. هذه الوجبة من أطيب وأطعم على فكرة، وكل حد يجيني، وكل حد من أصحابي، وكل حد حولي، حبيبتي أحلام وسمير وكريمان، يموتون فيها، اللي هي الرز بكمون وبصل في مرق الحمام. ضروري ضروري بنات تجربون هذه الوجبة بكرة، ضروري. ترى وطعمها ما يضبط غير بس على الحمام، ولا مع دجاج ولا شيء، ما يضبط صح. الآن بنوتاتي حبايبي، أثناء ما الماي يبي يبتدي يغلي، وش نسوي؟ نحط البهارات الصاحية. ما ابي طعم الحمام يتغير، فما ابي، خليني اعدل به، ما ابي احط اشياء تغير لي من طعم الحمام. هذه وجبه مي هنديه مي خليجيه، فما ابي لها طعم خليجي، او ما ابي لها طعم هندي، ما ابي لها اي طعم غير طعمها هي. فعاده المصريين وش يحطون؟ هيل صاحي. انا زايده عليه لاني جربته اثناء التستنج، انه ما غير طعم بس عطى something. اليانسون النجمي، تعرفونه اليانسون النجمي؟ على فكرة ترى اليانسون النجمي يستخدمونه اليهود والخيميائيين في علاج الأمراض. ليه؟ لأن طاقة النجمة اللي خوفوكم منها، النجمة السداسية حق اليهود، هي نجمة طاقية، واللي يستخدمها ويحفرها ويرسمها ويستخدمها يحصل على العناصر. هي معنى النجمة العناصر. وهذا اللي كل شوي يقول لابسه صليب، هذا مفتاح الحياه المصري، مش صليب. والصليب ما فيه مشكله، صليب هو عباره عن الاتجاهات الاربع، شرق غرب جنوب شمال، ما في شيء. والصليب قبل سيدنا المسيح موجود، هم صلبوه على الجهات الاربع، القصد من عندها. عشان كذا المسيحيين يصلبون اب ابن روح قدس على الجهات الاربع، يمين شمال فوق تحت، من فوقهم من تحتهم، عن يمينهم عن شمائلهم. يعني هذه حاجة مالها، هذه حاجة هندسة طاقية كونية موجودة. لا حكر على اليهود، ولا حكر على انك تقعد تقول انك تكفر وتسوي. الصليب ما في شيء، صليب حاجة هندسية موجودة، اخذوها المسيحيين رمز باعتقادهم ان المسيح صلب. هذا بس، هذا ما يعني انك تكفر شخصيا. ونفس الشيء نجمة سيدنا داوود، نجمة داوود لما أخذوها اليهود رمز، هذا مو معناه أنك أنت مع الإسرائيليين في قتل نو أكيد لا، أنت هذا رمز موجود، الله خلقه في الطبيعة موجود، عناصر الستة
زي ما الإسلام عندنا نجمة وهلال عناصر، فلا يحرمونكم من هذه العناصر تحت مسمى تكفير وكذا، ترى كلها فايدة. إنزين، أتكلم عن العنصر وليس عن الفكر، فهذا مفتاح الحياة المصري، مفتاح الحياة، أوكي، اللي هو الأربع اتجاهات، اللي هو أصلاً الصليب أخذ من فكرة الأربع الاتجاهات، والنجمة حقنا والنجمة السداسية نجمة داود، هي كلها عبارة عن عناصر، طاقة الهواء والماء والنار والخشب والمعدن وطاقة الفراغ، أوكي، في هذه الست عناصر، في من أخذ ستة، في من أخذ خمسة، في من أخذ الأربعة. تفسير مرة تافه ومرة بسيط، ما يدعي إن الواحد يتكفر بسبته. فالآن ناطرة الماء يغلي، أوكي، حط المستكة، عندي مستكة يونانية، أوكي، بنات شباب، مستكة يونانية كمية قليلة عشان إيش؟ ما تمرمر، المستكة تمرمر. وانصحنا كذا تمام، بس يغلي الحين، بحط البصل اللي أنا بارشته. الآن بيبو بتحشيلي الحمام، شفتوا البصل؟ صور البصل ياسر هنا، هذا البصل حطيت له كمية كمون راهية، يعني كمية كمون عالية، زين؟ بصل مهروس وعليه كمون، أحشي فيه الحمام وأسقطه وين؟ في النار. بصل أجين، بصل مبروش، شفتوا هذا البصل الأبيض؟ هذا، هذا البصل نفسه أخذته، حطيت عليه كمون، كمية قولوا قد كذا، زين؟ يعني قولوا 250 جرام من الكمون، 200 جرام حطيته على البصل وأحشي فيه الحمام. والآن كمية كمون على الرز اللي راح أطبخه مش كثيرة، قد كذا شوية، لأن الكمون اللي عندي أورجانيك فبيجي طعمه قوي. وبصل، مية البصل كمان أهو على الرز. وكمان أبتدي أخلط في الرز مع البصل مع الكمون، أجهزه الحين بقول لكم ليش. يلا، والآن أبي أحط الملح قبل أحط الحمام، وزي طبعا لازم يكون ملح بحري خشن، الملح العادي يرفع الضغط ويسوي أمراض قلب، أوكي، أبحط. وفي يدي دائما حاولوا ما تخلوا الناقل بينكم وبين الملح، ما يكون في الملعقة، زاد على يمينك وعلى شمالك. ليش؟ لأن الملح يسحب الأيونات السلبية السالبة من الهالة. الملح ليش يرشونه في البيوت؟ ليش يحطونه في عتبة الباب؟ ما أنت كمان كإنسان لك عتبة، كمان لك هالة، فأنت لما ترش شوية يمين يسار، أنت الهالة حقك أو الأورا تبعد عنها الأيونات السالبة أو الطاقات السالبة. فأنا حطيت الآن ملح وأبسطط الحمام. والآن بحط ورقتين غار. يلا سقطي. والآن بنشيل الحمام بهداوة ونسقطه في الماي اللي ابتدت تغلي، لأن هذه مية الحمام احنا راح نستخدمها، هي اللي فيها الصحة والعافية والتشافي. دائما مرق الحمام أو ماي الحمام هو أقوى من الحمام نفسه، هو وأعضائه، كبدة، يسمونها المصريين الأوانس، القلب، هذه أهم من لحمته على فكرة، يعني بكثير، حتى بالنسبة للخروف والعجل الأعضاء أهم من اللحم، ومية العظم ومية الحيوان نفسه أهم من لحمه بكثير، أوكي. ها، والحين نغطيهم ربع ساعة يصيرون تمام، لأن احنا عندنا جدر ضغط. خلطناه مع كمون ومع البصل المطحون، نفس ما سوينا في الحمام بس الآن مع الرز، كمية كمون وبصل مطحون، وراح نحط عليهم كمية زيت زيتون وقت الطبخ. والآن نحط زيت زيتون مع شوية زبدة للرز، بس اعملوا حساب ان زيت الزيتون في هذه الأكلة والزبدة تكون كمية عالية، لأنها مهما تحطون لها تحسون انها تبي، اوكي. يلا، هذه الزبدة،
استنى زيت الزيتون يحترق علشان نعمل فيه الطبخ. تو ما يبتدي يسخن حطيناه وذابت زبدتنا. شو نسوي؟ نحط الرز حقنا بنات. زين هذه الاكله حتى ما راح تلاقونها على اليوتيوب باي ذا واي، يعني من الاكلات المنقرضه اللي حتى في مصر انا ما شفتهم يسوونها. يعني انا من حسن حظي ان المره دي علمتني اياها وتميزت فيها ونجمت فيها بسها. اوكي حتى في مصر انا ما شفتهم يسوونها. يعني انا من حسن حظي ان المره دي علمتني اياها وتميزت فيها ونجمت فيها بسها. اوكي ليه؟ لان البصل اللي فيه يمتص الزيت. كثرت انا شويه زبده زياده لاني حاسه انه هو شويه محتاج زياده. واجلس شو يقولون افلفل الرز، اللبنانيين يقولون فلفل الرز، ما ادري المصريين، احنا مصريين بنفلفل الرز، فلفل الرز لحد ما ميه الحمام تجهز عندي. الان جاء دور اني اذوب الليه علشان اطبخ فيها الكبده. يعني ابغى شيء من خلال الديجيتال يشممكم الريحه، لا مو صج بالضبط في جدر الضغط من بعد ما غلي، يعني من بعد ما صار يطلع هذه حقته بالضبط ربع ساعه وطفيت عليه. ليش؟ ابي اخذ ميته واخليه يغلي على راحته من غير ضغط. الان باخذ ميته علشان اسوي شوربه. قررت اني اسوي شوربه بازيلا مع جزر، جزر علشان مقام العجز او مقام الجنس يساعدنا الجزر يقوي هذه الشاكرا. نسيت اقول لكم بنات وشباب، ربط الراس اثناء الطبخ مع ربط هذه، ترى هذه لها مرجعيه طاقيه جسديه، ما هي ديكور. هذه مرة كويسة لأن تهيئ المطبخ مع ربط هذه، ترى هذه لها مرجعية طاقية جسدية، ما هي ديكور. هذه مرة كويسة لأن تهيئ المقامات اللي هنا الاستعداد بالأخص للمرأة، وهذه كمان أنت تهيئ مقاماتك أنك تبث طاقة إيجابية وطاقة تشافي. لو كنتي أم، لو كنتي أخت، لو كنتي زوجة، لو كنتي لأصحابك، بهذا التجهيز انت بتجهزين مقاماتك انها تنزل طاقة الحب في الشيء اللي تطبخينه. يلا تابعوني. تذكرون الرز؟ تذكرون الرز اللي حطيت له بصل وكمون وحمسته يعني مع الزبدة وزيت الزيتون؟ هذه حطيت له ماي الحمام اللي غطيه وشوي زيادة، لان البصل ياخذ ماي. غريبة في هالطبخة، يعني مهما تحط زيت وتحط ماي تحس انه لا هو محتاج. فبزيد شوية ماي من ماي الحمام، ما تحطون اي ماي ثاني، سيلفر بلاي، ما تحطون اي ماي ثاني. بحط ماجي لتقوية الطعم، ابي اقوي الطعم اكثر، كونستريتد. اوكي هحط ماجي واهو هذا العيش. اوكي بسم الله، واسيبه يغلي لحد ما تنشف ميته لا اوطي عليه. ايه شوفوا هذا الحمام، احس انه يبي له شويه زياده، راح اغطي عليه. المهم اني انا اخذت ميته للرز اساس اخلص الرز، ودام اني عامله شوربه الحمام بستغلها لين اخر لحظه. ايش قلت؟ كنت خليني اخذ من شوربة الحمام. ليش؟ لان هي الطاقة والصحة والتشافي في عظمة. اوكي فانا حاخذ خلاصتهم من الماي، بعمل شوربة بازيلا على جزر، احط معاها عشان لون الاورنج، على يسمونه يلو مونج او العدس الاصفر الكامل الهندي، احط منها كمية قليلة مش كتير لان البازيلا اوريدي فيها بروتين، بزيت الزيتون وبهاراتنا واشيائنا، بماي الحمام استفيد من عنده. فشوفوا الشوربه، انت بتعصري الحمام. أيوة يعني تستفيدي بكل قطره. ايوه بعمل نوعين شوربه، هذا زنجبيل اورجانيك هندي، شوربه لبيبو لان بيبو وقت صيامهم هم الصيام المسيحي ما بياكلوا الروح، فبعمل لها شوربه عدس وخضار من غير اي سمن زبده اي شيء في روح ما تاكله.
بعمل حق حبيبة قلبي. الآن شوربتنا بنحط كزبرة وحبة حلوة سمر، شوية من الفلفل المجروش. الله يخليك لي لي، ويخليك لي لي انت حبيبتي، انا ما عندي غيرك. الجزر بشكل عام في الخضار يعتبر من المطيبات، يعني في اوروبا يستخدمون الجزر كبهار. وهذه سلطتنا، تعرفون انا احب الرمان في السلطة. شوفوا هذا الرمان التركي لونه اسود مو باحمر، اسود ما شاء الله من جماله. انزين احب الرمان التركي والايراني. وهذا شمندر وطماطم وخس وخيار ونعناع وبقدونس، يعني سلطة المفروض الواحد ياكلها ويطير، ما يظل على كوكب الارض موجود معانا. انزين حنحط لها ليمون، ونحط بلسمك صوص مش بلسمك فينيجر ايطالي، ونحط شوية كمون، زيت زيتون اهو. هذا الخل الابيض من اسرار الخل الابيض الاورجانيك، ما في اورجانيك خذوا عادي. الخل الابيض هو من اسرار السلطات الصح، ما تحطون واجد، يعني قد ملعقتين طعام. حطيت كمون شوي، حطيت خل ابيض وزيت زيتون راح ازيد بعد. بسم الله عليك. أوكي. الان بحط ملح الترافل، ترافل سولت هذا. يا الله ملح الترافل هذا. الترافل هو اغلى نوع فطر في العالم، فرنسي وإيطالي. أوكي هذا ملح يجي محطوط معه ترافل مطحون. هذا البلسميك فينيجر الإيطالي آخر شيء على السلطة. هذه الكبدة الآن على أواخرها، بدأت تنشف سوائلها. أوكي وهذه الشوربة الآن تنضرب خلاط عشان إيش يطلع الابتكارات كلها. شوفوا وحط عليها بعدين زيت زيتون وليمون تطلع تهبل. الكبدة لازم تطلع هذا الصوت، شوفوا يلا تعرفون إنها راح تطفي بعد 5 دقايق عليها، يعني لا تحطين الكبدة بسوائلها ما تطلع حلوة. هذا الصوت تك تك. الله، وهذا الرز اللي بالكمون والبصل الحمام صار لونه محمر، لا تخافون مو محروق. هذا الحمام في الفرن ما قليناه، عادة المصريين يحمرونه في السمن والزيت، أنا حطيته في الفرن. وهذه الكبدة، وهذه شوربتنا صارت جاهزة، شوربة البازيلا بالجزر بالعدس. اوكي وهذه سلطتنا، هذيك الكبدة الثانية حق ياسر اللي ما فيها دهن اللية لأن ياسر ما يحب دهن اللية، ولبن الكيفر الأورجانيك. هذا لبن الكيفر الاورجانيك العضوي، هذا اللي هو في كل البكتيريا الحيه اللي في الكوكب. هنا اقوى بكتيريا حيه، هذا اللي تبلشون تفطرون فيه، هذا اللي تكسرون فيه صيامكم مع نص تمره مو اكثر. والحمد لله اخذت 3 شربات ماي. بسم الله بسم الله بسم الله. انا كذا كذا صليت المغرب. انا احب اخر في الفطور شوي، اقطع الشك في اليقين، لاني انا لما اقرا القران يقول وأتم الصيام إلى الليل، ما يقول إلى المغرب. آية ثانية، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من النهار. إذا أنا مطلوب مني إذا صايم أكسر الطاقة هذه في وقت الظلام، فأنا تلاقوني حتى لو يأذن أخذ وقتي لين يكون ظلام أبتدي أفطر. فأنا شربت ماي بسم الله 3 مرات حطيت. يا ياسر ليش كذا خراتي؟
ابتدي اخذ البروبايوتيك او البكتيريا الحيه او الكيفر او الكيفير شوي شوي، ونص تمره ربع تمره عشان ما يرتفع السكر على طول، ان الجسم فاضي والبنكرياس مرتاح، فجاه تب تصدم التمر اللي تاكلونه. وصحتين وهنا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يعجبكم. اي بس شنو تحدي يعني، كل يوم احنا لازم الشوربه اللي تفوز، مو منطق تعب هذاك كله الشوربه طالعه وهم الاوهام. يا رب العزه مو صج الشوربه، لا مو صج. ياسر لا تطلع صوت وانت تاكل، ابوس خالتك في مصر بليز. شوربه واو، بيبو تضحك، شخص يطلع صوته وهو ياكل يكرهني بنفسي. الرز تم الحمام عمل له طعم حلو، استغفر الله. انا حد غيري هو طبخ الطبخه بقوم بوسع على راسه. لا لازم تجربونه. لا 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 مشكلة، ما اقدر اكل اكثر من كذا، شوي وخلاص. مو صج، لا مو صج.